الآن في صعيد مصر في ناس عندها الشتاء ده كابوس بسبب البرد القارس اللي بيبقى موجود هنا خصوصا بالليل. عشان كده خدمة أتحبني موجودة النهاردة ببطانية أتحبني. في خلال الشتاء دوت الخدمة بتسعى إنها تغطي كل احتياجات شعب الصعيد وشعب المحتاجين في مصر كلها. مش بس كده، كمان خدمة أتحبني ما بتكتفيش بس بكرتونة أتحبني بتاعة عيد الميلاد وعيد القيامة، في مواد غذائية بتتوزع في أوقات غير العيد. تعالوا نشوف مع بعض الجولة دي من جولات أتحبني في الصعيد وتحديدا محافظة سوهاج الكشح. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في البداية بنرحب بخدام أتحبني وباسم سيدنا صاحب النيافة الحبر جليل أنباويصة، بنقولكم أهلا وسهلا بكم بخدمتكم المباركة. ولا ننسى أيضا تعب محبة سيدنا أنبا أرمية اللي هو دايما بيغمرنا بمحبته وبعطاياه، ونقول يا سيدنا افرح لأن خدمتك امتدت في كل أماكن وامتدت إلى أقدار المسكونة. أنا بصراحة خدمة كويسة خالص وربنا يبارك لكم في الخدمة، حاجة حلوة خالص، كل الدنيا بتشوفها وكل الناس بتشوفها وشايف عطاياها حتى على الملأ. يعني في بعض الأمور تحتاج إلى سرية، وخاصة في زواج البنات أو البيوت المسطورة أو الأسر اللي هي مش معروفة كده. ربنا يعطيكم بركة ونعمة، العطايا بتاعكم واصلة وبنسبة كبيرة، والمعطي المسرور يحب الرب يعطي بس بسرور. باسم سيدنا صاحب النيافة الحبر جليل أنباويصة بنشكر سيدنا نيافة الأنباء أرمية اللي هو على قمة الهرم الخدمي لخدمة الحدماني، ونقول يا سيدنا صراحة أنشطتك وصلت في كل مكان وإحنا حاسين بيها ولمسينها فعلا في حياتنا وخدمتنا مع أخوة الرب. الهدف هو تكوين مجموعات في تجمعات جغرافية بحيث يسهل التواصل بين خدمة أتحبني بأكثر نظاما وأكثر سهولة. الحقيقة الناس اللي بتتبرع هم اللي بيبعتوا لنا رسالة، هم بيعلمونا العطاء ومحبة الناس، وهم أكتر ناس مش باينين. يمكن الخدام الناس بتعرفهم، ولكن اللي بيتبرعوا في الخفاء محدش عارفهم. ربنا يعوض كل من له تعب وكل من له عطاء لخدمة الفقراء والأكثر احتياجا. هي في الحقيقة خدمة أتحبون دي يعني أصلها كلمة كانت سؤال قالوا رب المجد زمان لمعلمنا بطرس، وخدها نيافة الأنبا أرمية وخلاها لخدمته عنوان. أنا عايز أقول لنيافة الأنبا أرمية يعني سيدنا أهالي الكشح وأهالي الإبرشية وكل الخدام بتقول ربنا يجويك يا أنبا أرمية، كلنا بنحييك على الخدمة دي. الأول يعني بصراحة شفنا في خدمة أتحبني يعني أسلوب آدمي رائع. زمان المخدوم كان ممكن تجيله الحاجة كده بشكل يعني أهو كده وخلاص، دلوقتي في كرتون
كرتونة شاملة مواد غذائية، وبصراحة يعني كرتونة كده كويسة حلوة مليانة حاجات كويسة. رقم اتنين برضو خدمة البطاطين اللي بتيجي دي برضو كدفعات، يعني حاجات كويسة خالص. يعني ربنا يبارك لسيدنا والخدام اللي معاه، بنقول لهم ربنا يبارك كده في عطاياكم وخدمتكم حلوة ومثمرة كده، وربنا يساعدكم. بتوزع الكرتونة، بتوزع في وقت الأعياد البطاطين. حبني بتبعت الكرتونة الحلوة دي اللي بتيجي للمخدومين، بطاطين، في حاجة بركة كثيرة بتوزعها، يعني منتشرين طبعا في كل مكان، ومجهود كبير ربنا يبارك خدمتهم، حاجة كويسة خالص. وصلوا هنا عندنا والناس مبسوطة بيهم بخدماتهم اللي بيأدوها والمجهود الرائع اللي هم بزدينه. يعني في الحقيقة خدمة تحبني احنا يعني سعداء بوجودها في بلدنا كتير خالص، لأن هم في الحقيقة أكثر من مرة بنحضر لهم توزيعات الكرتونة اللي بتيجي وباقي الحاجات اللي بتيجي، بصراحة حاجات مفرحة جدا وبتغطي احتياجات حلوة عندنا كتير. يعني بالفعل الخدمة مثمرة وممتعة، وإحنا يعني سعداء بوجودها، وياريت ما يعني تخليكم معنا على طول. يعني أنا بقول لهم ربنا يعددكم ويساعدكم ويكون معاكم وإلى مزيد من النجاح، عشان الخدمة توصل لكل الأقطار المسكونة أو الكراز. أنشطة خدمة أتحبني هي متطابقة تطابق تام مع أنشطة خدمة الأبروشية، لأن إحنا بنعمل عملية تعاون ومد يد العون للأبروشيات، بحيث إن رفع الثقة للمسؤولية عن الأبروشيات وتحمل كل النفقات والأعباء. ودي كانت وصية سيدنا الأنبا أرميا لينا من أول ما ابتدينا معاه لجنة البر في 2005، إن التعليم هو الخطة المستقبلية علشان عدد المعوزين والأكثر احتياجاً يقل، هو إن إحنا نبني في التعليم، وده استثمار في البشر مستقبلاً. مش هيبقى عندنا حد بيقول أنا مش قادر أكفي نفسي. إحنا ما عندناش طالب، الخدمة اللي أبونا قالها والأستاذ عزمي أكد عليها قصة التعليم، إحنا بنجيب لهم الكتب الخارجية، إيه الاحتياجات تبقى للوقت، زي ما قلنا البطاطين، إحنا اشترينا البطاطين، إحنا اللي طلعناها صنعناها بركة وجات لنا تتوزع في أماكن. ربنا اللي بعت لهم فلوس، فإحنا أمناء وكلاء نوصل الحاجة لأصحابها فور ما تيجي. ده اللي أنا بطلبه منكم. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. السيد المسيح له المجد في دستور المسيحية في الموعظة على الجبل، إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح الخامس والسادس والسابع. نلاقيه في بداية الإصحاح السادس يقول لنا عن وصايا مهمة، عن الصدقة وعن الصلاة وعن الصوم، لكن نلاقي السيد المسيح ذكر الصدقة قبل الصوم وقبل الصلاة. يقول ومتى أعطيت صدقة لا تدري شمالك ما تفعله يمينك. بعدين يقول لنا على بركة في الثلاث وصايا دول، يقول أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. إذن السيد المسيح حط الصدق وحط العطاء وأهمية تقديم العشور حاجة مهمة ووصية هامة قبل الصلاة وقبل الصوم. بعدها أتكلم على الصلاة، مهمة طبعا في الحياة الروحية للإنسان، وعلمهم أنهم يصلوا أبانا الذي، ويقول متى صليت أدخل إلى مخدعك واغلق بابك، وبعدين يقول أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نية. إذن في مجازاة من الرب، وقد تكون المجازاة علانية، ربنا يبارك الإنسان يعطيه ممالك قدام الناس كلها، ويعطيه صحة ويعطيه بركات ويعطيه أفراح يشعر بيها علانية كل الناس. ثم يتكلم عن الصوم، وأيضا وصية هامة يقول كده ومتى صمت فلا تظهر للناس أنك صائما وأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. يبقى إذن الثلاث وصايا دول اللي أولهم صاد 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 تبدأ بالصدقة قبل الصلاة وقبل الصوم، على عشان كده هي هامة في حياتنا اللي إنسان يكون بيقدم صدقة. سعيد هو الإنسان اللي بيقدم صدقة، سعيد هو الإنسان اللي بيقدم تقدمة، سعيد هو الإنسان اللي بيقدم عشور،
وتلاقيه فرحان وتلاقيه سعيد. وأنا بيجي ناس الكنيسة لما بيقدموا تقدمة يقول يا أبونا دي التقدمة دي لربنا تقدمة شكر لله على الأعمال اللي عملها معايا. والبكور أيضا الناس لما بيشتغل أول وظيفة أول مرتب فيها ياخدوا يقدموا بكور لربنا، أو بكور الزرع أو بكور المحاصيل، كل حاجة الإنسان يقدم عليها بكور تكون للرب. ومن العهد القديم ربنا وصى إن كل سبط من الأسباط هيقدم العشور بتاعته لفين؟ لهيكل الرب، لأن فيه لاوي وسبط لاوي وفي أيضا خدمة مذبح الرب. يبقى إذن مذبح الرب يقوم على التقدمات والعشور اللي بيقدمها كل الشعب. فربنا وصى الأسباط كلهم، وفي وقت من الأوقات بعد السبي لما جينا حمية النبي لقاهم ما بيقدموش العشور، قال لهم تعالوا كل واحد لازم يقدم العشور بتاعته عشان التقدمة لمذبح الرب. يبقى إذن كلنا لما نتعاون نقدم تقدمة للرب أو نزور أو بكور أو عشور هي أيضا خدمة لمذبح الرب. لما نقدم كده ربنا بقى هيدينا بركات. نلاقي عشان كده برنامج زي أتحبني هو وسيلة لتقديم العطايا وتقديم العشور وتقديم التقدمات، إن إحنا لما بنشارك فيها نلاقي إن إحنا العشور دي بتوصل لإخواتنا الفقراء والمحتاجين، بتوصل للمرضى. شوفوا كام مريض استفاد في السنين اللي فاتت من مساعدات كل إخواتنا لإخواتنا المرضى. إذن الشعب بيساعد بعضه والأخ بيساعد أخوه ويحس ببركة. وأيضا كام من كوارث وأمطار وأيضا زلازل مرت بناس ولقت فعلا زي برنامج أتحبني وكل الكنائس اللي بتقدم برامج مماثلة أو الخدمات اللي بيقدموها بتساعدهم. إحنا في أسرة قالت من الشباب إحنا مش هنعمل تقدمة مادية، إحنا هنبني سقف، ومسكوا قرية قرية يشوفوا محتاجة كام سقف، وهم فيهم مهندسين وفيهم معماريين وفيهم ناس بتوع أسمنت ورمل وكده، وبقوا يروحوا لكل بيت محتاج سقف ويساعدوه. دي خدمة. وأي عمل صالح بيتسجل للإنسان، يقول لنا بل شعور رؤوسكم محصاة، ويقول لنا كأس ماء بارد الله لا ينسى تعب المحبة. فالإنسان كل عمل بيعمله، كل خطوة بيمشيها، كل حاجة بيتبرع بيها بتتسجل له في السماوات. واحد يقول له وربنا هيسجل لكل الناس دي كل الأعمال اللي بيعملوها دي. أنا أقول لحضراتكم إن ماكينة الصرف الآلي بتاع البنك مش في ثانية واحدة، الواحد بيطلع ورقة تدي حساب 6 شهور دائن ومدين، ليه إيه وعليه إيه في 6 شهور. مكنة اخترعها إنسان ومكنة بسيطة، ألا يستطيع الله في ثانية واحدة يطلع حساب الإنسان دائن ومدين؟ فمن ضمن الأعمال الصالحة اللي هتشفع للإنسان وقت الحساب هو التقدمات اللي الإنسان بيقدمها. عشان كده سعيد هو الإنسان اللي هيقول تقدمات وهيقدم عشور ويقدم عطايا ويقدم بكور. ونلاقي الناس اللي متعودة على كده بتسارع باستمرار وفرحانة باستمرار، زائد بصوا عليهم تلاقوا بركة كبيرة عندهم من بركة الرب كل الناس اللي بتساعد. واحد يقول طب أنا أعرف واحد ما بيساعدش وعايش بصحة وعايش كويس خالص وناجح. الكتاب في سفر الرؤيا يقول كده إن لك اسم أنك حي وأنت ميت، ميت روحيا أمام الله. فالإنسان قد يكون على الأرض عايش وبيأكل ويشرب ولكن روحيا هو ميت أمام الله. فكل واحد يلحق يسارع، كل واحد يلحق يقدم، كل واحد ياخد بركة. وفي المقابل إخواتنا اللي هنساعدهم هيشكر الله وهيقدموا شكر للناس اللي بتقدم الخدمة والناس اللي بعتت لهم، فتصبح مشاركة اجتماعية وبركة وفرح وسرور لكل الكنيسة ولكل الشعب فردا فردا، سواء اللي بيقدم المعونة أو اللي بيتلقى أو كلها ببركات رب المجد يسوع المسيح. ربنا يبارك في حياتنا يعطينا أن احنا ناخد بركة التقدمة والعطاء، والمعطي المسرور يحبه الرب ويكون بسخاء ويكون بسرعة. ولإلهنا كل مجد دائم من الآن وإلى الأبد، آمين.
السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبون؟ من يرحم المسكين يقرب الرب، يعني بيسلف ربنا. To donate to Atahubbuni using Zelle Pay, you may use the email atahubbuni@renesse.com. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم وأعطيهم طعامك. KUKEV Atahubbuni Postfach 1242 D55502 Bad Kreuznach, Germany. Ihre Spende für die KUKEV: Konto IBAN DE42 4401 0046 0357 132464 BIC PBNKDEFF Kreditinstitut Postbank. Spende steuerlich absetzbar. Note: For donation from Germany and Europe, contribution is tax deductible.